طب ما القرعة الهيكلية؟ ده نظام في الكنيسة ونظام قديم، إن اختيار البابا البطريرك يمشي بمراحل. في مرحلة اسمها الآباء اللي بيختاروا يرشحوا ناس، وبعد كده الشعب ينتخب ناس من اللي ترشحهم، وبعد كده طفل يختار واحد من بنعتبره ده اختيار يد الله. فهي الكل بيشترك في انتخاب البطريرك. فالمجمع المقدس ما فيناش حد بيرشح نفسه، يعني ما حدش يقول انا عايز ابقى بطرك. ده ستة من الاباء يقولوا احنا شايفين فلان ممكن يصلح نرشح، هم الذين يرشحون يعني، فيرشح. وبيبقى وياهم المجلس الملي وهيئة الأوقاف، دول أشخاص، دي هيئات كنسية، هيئة الأوقاف القبطية. دول أشخاص أراخنة، نسميهم أراخنة. أراخنة يعني الرؤساء. كلمة أرخن يعني رئيس. وبيشتركوا وياهم في الترشيح، ولازم على الأقل ستة يرشحوا اسم. والترشيح يعني الشخص ملوش حق غير انه يرشح مرتين، يعني مش مفتوحة. ففي انا في وقتي طبعا ما رشحتش نفسي خالص، لكن اترشح 17 شخص. ففي لجنة بتتعمل من المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة الأواف القبطية، يراجعوا 17 شخص دول ويختصروهم لخمسة أو سبعة. ففي حالتنا اختاروا خمسة. بعد اختيار الخمسة يعملوا انتخاب، ده انتخاب يشترك فيه بقى الشعب. طبعا مش كل الشعب القبطي، عينات يعني. برضو لها نظام. وبيبقى يوم انتخاب وبتشرف عليه وزارة الداخلية. في يوم الانتخاب يعلن أول ثلاثة اللي حصلوا على أعلى الأصوات. وده يعلن رسمي. ويبقى ده انتخاب الشعب. خدي بالك 17 5 3 فاضل يوم القرعة. بيتقدم أطفال صبيان. والصبيان دول المرة دي عملوا ما بينهم قرعة لأنهم كانوا عدد كبير، فاختاروا 12 واحد، وبعد كده عملوا بين 12 عشان واحد اللي يطلع. أطفال، كان طفل عمره 6 سنين اتغمى وعلى مشهد من الجميع، والقائم مقام يافت أنبا بخوميوس بعض الصلوات ويعني الإجراءات الكنسية. الطفل مد إيده وطلع كورة طلع فيها اسم. كنت يعني قداستك كنت تتوقع هذا؟ طب رد الفعل الأول عن هذا الاختيار إيه؟ هي مسؤولية كبيرة. ما كنتش أتمنى. ليه؟ مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة قوي. أنا بتكلم حتى من ناحية الكنسية بس. يعني تصوري أنه يقال للبابا البطريرك أن دم كل إنسان من شعبك يطلب منك. في عبارة أصعب من كده؟ كل إنسان. والكنيسة بتاعتنا، الكنيسة المصرية بقت كبيرة دلوقتي. يعني بقت كبيرة في مصر وكبيرة برا مصر. فدي مسؤولية خطيرة يعني. لكن احنا بنؤمن ان الخدمة تكليف مش تشريف يعني. يعني انت كلفت انك تعمل كذا، حاضر، لا نملو غير كلمة حاضر.